اوكي ماشي. السيشن دي ان شاء الله هتكون ممكن الاخيره ان شاء الله يعني في المراجعه. عارف لو كل شويه اقول ايه اخر حاجه السنه الاولى، كمان واحده اخر السنه الثانيه قصدي، كمان واحده اخر واحده السنه الثانيه، كمان واحده. ولكن احنا كنا عايزين نراجع على المواقف، تمام، بتاعت زيدواتسيونن اللي كانت عدت علينا واللي كانت بتتزود، بحيث ان ايه تبقى كلهم مع بعض فما نكونش متلخبطين في حاجه. وانت كنت سالتني على الفرق ما بين النوميناتيف والاكوزاتيف والداتيف، فهنعيد عليه سريعا يعني بفكره امتحان، مش فكره ان احنا نفهمه دلوقتي قوي، لان احنا كفهم احنا شرحناه قبل كده، ولكن النهارده هناخده كفكره امتحان. خلاص ملك شير سكرين بس نبدأ أول حاجة بالالتاكس ديوتاسيونال، يعني الأهم يعني ناخد فوكس عليها دلوقتي. فريكتيون زيبل ده كانت علينا يعني في الترم ده. أول حاجة زي إن أنا أتكلم عن سايد بونت، تمام، يعني إن أنا بحدد وقت معين. خلاص فبنتكلم عن سايد بونكت ان جيفن، ان انا اتكلم عن نقطه معينه او وقت وزمن معين، فبنتكلم بفان. ادام هي سايد بونكت او نقطه معينه، تمام، وقت معين، فبنتكلم ايه بفان. اوكي لو دوا بقى الثانيه، تمام، دوا يعني مده، فبنسال ايه بفي لانج، تمام. بس ده الحوار ده اهم حاجه بالنسبه لي. ففانس ديتي اتا اجي مثلا امتى البتاع ده، فيقول لك مثلا ام دونا ستاك، تمام، او ام زيشت سين او. خلاص ده الردود بتاعته الممكنه. قلنا ان ام بتبقى مع ايام الاسبوع واجزاء اليوم ما عدا نخت، بتاخد ان داع نخت. خلاص والوقت ايه بياخد ام. خلاص زيش في ابغيدن ان انا احدد مع حد ميعاد او كده بظبط معاه. اوكي بس انا مثلا هاست دو ام ميت وقت سايت، هل عندك في اليوم ده اللي هو الاربع وقت؟ ممكن يقول لي يا كلا، او ناين لايدا نيشت، ام لا للاسف، او في العشت ممكن. اوكي اين فاش لاج ماخن، ان انا اعمل اقتراح. اوكي ف ممكن اقول مثلا حاجه وبعد كده كومز تو مت، جاي مثلا معايا او تيجي معايا. خلاص وعدت معايا علينا في الاسئله لو تفتكر. خلاص انا مثلا ممكن اقول مش تنزي مثلا اسم جاين، ممكن نستخدم مش برضو. ازاي بقى ارد ان انا اعمل ان نيمن او ابلينن؟ قلنا ان نيمن يعني يوافق، وابلينن يعني يرفض. خلاص اوكي ف ياكلا يا ناتشيرش ده ايه بيوافق عادي جدا، تمام، هيرفض هيقول لي ناين ايش حابة كانت سايت ما عنديش وقت، او ناين دانك لا شكرا ايه ليك. تمام بعد كده ناتسوجن اند اون فيسن اوسدروكن، ازاي اعبر كلمه اوسدروكن يعني اعبر عن التوجن، تمام، التردد او الاون فيسن عدم الايه المعرفه. خلاص فممكن ايش فايس نيشت انا مش عارف، فيلايشت اللي هو ممكن بروبابلي، اوكي، او ايش كلاوب انا اعتقد ان كذا كذا كذا. اين فونش اوسدروكن ان انا اعبر عن الفونش، بتبقى غالبا بايش مشتر او ايش فيل. اوكي يعني هي دي بس الاكتر الصراحه مشتر. خلاص ايش مشتر انفورماتيك ستوديرن برضه من الحاجات اللي بتتكرر كتير. اين فيش كات اوسدروكن برضه بتتكرر ان انا اعبر عن مقدره، ايش كان اي حاجه، ايش بان ايش بريشن ايش كان جود كوخن وهكذا. ادوس ابشبيشن، ان انا بقول ان الحاجه دي مش بعملها الطف حاجه او بنسبه قليله، فبنستخدم التعبير بتاع اين بيسشن، تمام، طبعا ايش كان كده كده انت بتقدر الحاجه دي، بس اين بيسشن اللي هو منا بنسبه قليله. اوف اين اوز زاجا رياجيرا، ان انا ارد على جمله خبريه، فاقول له مثلا ايش اوخ وايش شون وايش نشت، يعني مثلا حد يقول لي ايش كان مثلا ايم بيسشن ايه سبانيش بريشن، فاقول له اوه ايش اوخ ايش كان اوخ ايه ايم بيسشن ايه سبانيش بريشن، انا بقدر كمان ان انا ايه اتكلم اسباني بنسبه قليله. طب
لو في سؤال منفي وعايز ارد عليه بالايجاب زي ده كانست دو نيشت جيتار سبيلن فارد بتوخ كده انا ايه اللي هي بلا تمام ده كده برد على سؤال ايه سلبي اوكي ده كده الليكشن 9 كان اخت بقى عندنا فويد اوستكن ان انا اعبر عن فرحان اللي هو زي عادس اينا طول ايدي ايوه دي فكره حلوه قوي بالدعوة عن أصدقكن اللي هو التعبير عن الأسف أو الأسى وكده زي تسمية لايت أم أو دس أعبش هذا اللي هو ده محزن قوي ده مؤسف قوي كوين دا ننن إن أنا أقول أسباب لحاجة معينة أم يقول لي مثلا أقول له مثلا أنا للأسف مش هقدر أجي مثلا عشان مثلا إيش بين ميردة أو إيش هبك هين لست ما عنديش إيه شغف أوكي هايفيشكايت أستروجين احنا اتكلمنا على الفكرة دي هايفيشكايت اللي هي الفريكونسي بتاعت الحاجة وقلنا اول ما نشوف الكلمة دي على طول في اوفت خلاص بسأل عليها في اوفت ورد بتاعها بتبقى ايه السلم الموسيقي ده ني اللي هي نيفر زلتن نادرا ريرلي مانشمال سمتايمز اللي هو احيانا اوفت غالبا اللي هي اوفت وممكن اقول ايه اسمها ايه ايما ليه على طول اوكي ممكن بقى استخدم بفكره كذا مع البرو فوخه او برو يا او برو اي حاجه تمام برو ليه بير اللي هو مثلا اربع مرات في الاسبوع زي دي مثلا في مال برو فوخه اين مال برو فوخه يعني مره واحده بس في الاسبوع وهكذا اوكي ده فراجن ان انا بعمل استعلام او كده زي مثلا ام دينستاج جين فيا ان سكينو احنا يوم التلات هنروح الكينو صح ولا ايه نيشت فا زي اللي قلتها دي بالظبط صح ولا ايه نيشت فا بجد يعني مش ده تمام اتفاس بشتيتك ان انا اكد على حاجة معينة واقول له يا كناو ايه بالظبط اللي انت قلته بالظبط اوكي في بعد كده بقى ان انا اعمل مش في ابشيدا ان انا اقول لحد باي باي او كده فممكن اقول طبعا احنا متعودين عليها تمام تشيوز في الحاجات دي او انا استخدم بس شبيتا تمام اللي هو زي سي يو ليتر او بيس دان تمام برضه نفس فكرتها قلنا عندنا اخواتها بيس جلايش وعندنا ممكن استخدم يوم معين بيس مونتاج مثلا اللي هو اشوفك يوم الاثنين وهكذا اوكي قبل ما ندخل على ثانوي عام كان فاضل بس بتاع الدرس رقم 9 اوكي اللي هم دول einem Freund gratulieren ان انا ازاي ان انا اهني صديق لحاجه فهاتلشن جلوكونش zum كذا zum geburtstag مثلا هنا ايه عيد ميلاد اوكي اللي هو زي هاتلشن جلوكونش اللي هو ايه يعني congratulations اوكي zum اللي هو على والحاجه بعديها اتزفيك اند بيستمونك عن جيبن اللي هو الغرض وباكد على حاجة معينة يعني او كده اوكي وكلمنا في الموضوع ده قبل كده اللي هو زي مثلا لما اقول das ist mein geschenk تمام für dich دي هديتي انا تمام für dich علشانك تمام فانا كده انا زي ما بقول ان انا بعمل determination او ان انا بعمل ايه بعمل غرض او نية او عزيمة للحاجة دي ان هي الهدية عشانك انت الغرض من الهدية دي انت خلاص اينا اويزرهم ابشليسن ان انا بقدر ان انا زي نقولها زي ان انا اكمل او ان انا اقرر بمعنى اصح تعبير معين تمام هي بتبقى تعبيرات زي ما قلنا بتبقى على حسب الاستخدام بتاعها ما انا صح فبكمل الجمله بتاعتي بيها تمام فبكمل بيان او جمله بيها زي ان انا اقول ناغوت ناغوت تمام ماشي zu hören signalisieren او zu stemmen ابين ان انا الشخص ان انا منصت ليه تمام zu hören غير هيرن اللي هو منصت ان انا مستمع كويس يعني اوكي بس فانا listening carefully زي ما بنقول بالانجلش اوكي بس ممكن استخدمها ايه في ناغوت ما اعتقدش انها هتيجي كتير لان دي حاجه ايه سوري ناكلا تمام
عشان دي حاجة بتبقى في كلام أكتر. خلاص جيشين جاب بفاتن إن أنا أقيم الهدايا ماينو أويزا إن أنا أعبر عن رأيي. فإيه بستخدم إيش فين ده؟ تمام. والسؤال بيبقى في فيندست دي برضو بتتكرر. أوكي في فيندست دو مثلا ده كلايد إيه رأيك بالفستان ده؟ فيقول إيش فين ده إس نيشت إيه زو شين إنت بس نيشت فاسن أنا مش عارف حاجة مثلا بقول كاين آنو تمام أنا مش عارف ده. بعد كده هوفنونج أوستروك إن أنا أعبر عن إن أنا أمنية حاجة وبتتكرر دي برضو زي هوفنتليش أو إيش هوفا هوبفلي هوفنتليش أو إيش هوفا إن هو إيه أي هوب. Wichtigkeit ausdrücken und dann aber an Ahamia. Okay. Das ist für mich sehr wichtig. Da bin ich sehr wichtig. طبعا انا اشكر حد بقى ايه بستخدم دانك شون. في بقى بعض الحاجات اللي بتبقى من عام ولكن مهمه برضو تمام وعدت علينا في الاسئله لو لاحظنا ان انا ازاي ان انا بتيجي سؤال حتى منفصل ان انت بتسال عن حاجه تمام دو فخاكس مثلا نح الهوبي بنسال عليه ايه بس از داين ايه هوبي او بس ماخس دو جيرن انت بتحب تعمل ايه ودي قرارات كتير قوي في الاسئله بس ماخس دو جيرن. اوكي في الفرايت سايت بس عن الفرايت سايت فبس ماخس دو ان دير فرايت سايت انت بتعمل ايه في وقت الفراغ بتاعك. الفيتا بس عن الطقس في اس داز فيتا ده للحاضر. اوكي لو في الماضي في فا داس فيتا طبعا لو طبقا للسؤال. اوكي تمبراتور الطاقة درجة الحرارة ففي فيل كاد زين ديس خويتا كم درجة مئوية يعني كانت النهاردة او لابس اوت المكان اللي انت بتاخد فيه اجازة او هتعمل فيه الاجازة يعني لو فو ماخس دو اجان او لو انت بتعمل ايه اجازة او تحب تعمل اجازة فين او لابس سايت الوقت اللي بتاخد فيه اجازة يعني او كده فان ماخس دو جان او لو انت بتعمل اجازة امتى فا تسيل برضو دي بتتكرر قوي تمام اللي انا عايز اروح فين او اللي هو الوجهة بتاعتك تمام فادام وجهه ان انت رايح الى مكان فايه حصله لفين الى فين دي ليه فين زي فين مش تنزي ايه فارن. اوكي الليبلينجز بقى اي حاجه ليبلينجز فايه فاسس داين ليبلينجز واقول حاجه ليبلينجز لاند هنا مثلا فاسس داين ليبلينجز لاند خلاص جي فعلن الاعجاب دي لسه اخدام شويه في كفيل دي دي غايزه تمام عجبتك ازاي الرحله او كده تمام ايه رايك يعني فيها ماينونج لسه برضه قايل لنا في فيندس دو دي غايزه ايه رايك في الايه في الرحله. اوكي بفندن اللي هو الاحوال بتاعتك فممكن ايه في جيتس دي او ده في جيتس اينن بوتس اوت المكان اللي انت اتولدت فيه تمام فزي هنا وو بيست تو كي بورن وو بيست تو كي بورن انت اتولدت ايه فين فون اوت المكان اللي انت بتعيش فيه وو فونس تو الهيركومفت البلد الموطن او المنشا و هيركومز تو قاليبا الحاجات اللي انت بتحبها او تفضلها اللي احنا لسه قايلينها من شويه فاس ماخس تو جيان بنزود كلمه جيان تمام او فاس اس تو جيان ايه الاكل اللي انت بتحبه او بتاكل ايه بتحبه برايز تمام اللي هو السعر فاس كوستت او في فيل كوستت خلاص الالتا العمر في الت بيس تو تمام كم عمرك؟ وات سايت بقدر اسال عليها؟ سوري في شبيتستس دي لو انا عايز اقول اعرف كام الساعه دلوقتي تمام او في فيل او استس الاثنين ايجال يعني دازن مي ايجال بالنسبه لي اي دونت كير انت تستخدم دي او دي فوخن تشاجا نسال النهارده ايه فحرفيا اللي هو بس سويت النهارده ايه اوكي اكتيفيتيتن الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها زي فاس ماخس دو ايه ام فوخن اند انت بتحب تعمل ايه في الويكند. اوكي بس ده كده بالنسبه ايه للجزء بتاع المواقف. هل في كده اي مشكله يا فارس؟ لا تمام تمام كده. اوكي ده كده احنا جمعناهم تجميع كده ايه محترم عشان ايه نخلص منها ايه على بعضه. عايزين بقى ايه نتكلم عن النوميناتيف والاكوزاتيف والحوارات دي. الملخص في الموضوع يعني استني بس الاقي مكان فاضي او ممكن ده كسل افتح وورد الصراحه.
ملخص في الموضوع، الألماني دمج حاجتين. أوكي، أول حاجة إن أنا يبقى عندي إعراب في الجملة. أوكي، ده من العربي. أوكي، ودمج من اللغات الرومانسية شوية اللي هي الإسباني والإيطالي والحاجات دي، اللي هو يبقى فيه نوع للكلمة. خلاص، فالاثنين دول تحطوا لنا في مكان واحد. بمعنى أنا أي اسم، تمام، أولا الكازوس أو الحالة، تمام، لازم يبقى موجود لإسم، ما ينفعش حاجة تانية. ما ينفعش أقول مثلا حرف جر ده في حالة أكوزاتيف أو في حالة نوميناتيف أو حالة داتيف. فالمهم عندي إن هي حالات، يعني حالات، يعني حالة عربية من الآخر، يعني النوميناتيف حالة عربية، الأكوزاتيف حالة عربية، الداتيف حالة عربية، تمام، هي كيس. أوكي، كازوس، قلنا عليها إيه؟ كازوس. أوكي، ايوه برضه، ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم هي علاقته بالفعل بس مش اكتر. الكازوس ده بيتحدد لي على اساس الفعل اللي موجود. اوكي، احنا قلنا في الموضوع ده انا في افعال بتجيب لي اكوزاتيف، سوري، كل الافعال هتجيب لي نوميناتيف كده كده. في افعال بقى بتحتاج جنب النوميناتيف اكوزاتيف، في افعال بتحب جنب النوميناتيف داتيف، في افعال بتحب جنب النوميناتيف الاثنين اكوزاتيف وداتيف، تمام، طبقا للفعل ده هيتحدد. في افعال طبعا تكتفي ايه بالنوميناتيف بس، عامل زي عندنا في العربي اللي هو الافعال المتعديه المفعول والمفعولين والافعال اللازمه، بس مش يعني مش نفس الموضوع بحت، بس بقول عامل زيها. خلاص، في تشابه شويه. خلاص، فانا مثلا فيرب زي زين، انا عارف ان زين هو فيرب بيجيب نوميناتيف بس. انا مثلا اقول لك ايه بين محمد، فانا كده عارف ان محمد نوميناتيف وايش نوميناتيف، لان الاثنين نفس الحاجه، نفس المركز او نفس العلاقه ليهم بالفيرب. اوكي، ما اختلفش الريليشن شيب ما بينهم وما بين الفعل، تمام. طب فيرب زي هابن، لا، فيرب هابن انا عارف ان هو بيجيب اكوزاتيف، اقول لك ايش هابه اينن كمبيوتر، تمام. فايش انا عارف ان هو نوميناتيف، لان ايش ملوش شكل تاني في يعني نفس ايش عمرها ما تيجي اكوزاتيف او داتيف. اوكي، ف هنا دي نوميناتيف، فحابب يجيب اكوزاتيف لازم يبقى في اكوزاتيف، فادي او اين الكمبيوتر يبقى دي ايه اكوزاتيف. لو قلت داتيف فيرب دي افعال معينه بقى، زي داتيف زي جفالن، فعلا نقول مثلا داس كلايد الفستان جيفيلت ميا، تمام. داس كلايد ده نوميناتيف. اوكي، عرفت منين؟ اولا الجمله مكتوبه وداس كده كده شكلها في النوميناتيف، فاكيد هتبقى ايه، هي نوميناتيف. ثانيا اللي متصرف على اساس ايه؟ جيفالن هو ايه؟ داس كلايد، تمام. طب الداتيف فين؟ ميا. طب ازاي دي من الحاجات برضو اللي بتلخبط البني ادمين شويه، تمام. ازاي فيرب جيفالن داس كلايد هو اللي هيبقى الداتيف؟ لان احنا عندنا حاجه، تمام، الداتيف لازم يبقى شخص، تمام. الداتيف لما نيجي نسال عليه هتلاقينا بنسال عليهم بفيم، الفيم دي شكل الداتيف من فيع، شكل الداتيف من ايه؟ من فيع، اللي هو من، مين. اوكي، في شكل للشيء، ما عندناش داتيف يبقى شيء، الداتيف دايما بيبقى شخص، تمام، او حيوان، يعني اي حاجه عاقله من الاخر. عشان كده اقول لك مثلا الفستان عجبني، فيرب جفالن يعني يعجبني او يعجب، فالفستان عجبني، فالفستان هيبقى النوميناتيف وانا هيبقى الداتيف. خلاص، لما اقول لك مثلا فيرب زي بسن، بسن برضو يجيب داتيف، يناسب، تمام. مثلا اي حاجه داس باست ميا نشت، ده مش مناسبني، ده هيبقى نوميناتيف وانا هبقى داتيف. خلاص، ليه؟ لان انا شخص، دي بس الفكره، تمام. اما الاكوزاتيف عادي، عادي يبقى شخص او حاجه غير عاقله.
تمام، لان اقدر اسال عن الاكوزاتيف بفارس واقدر اسال عن الاكوزاتيف بفين. فين دي اللي هو الشكل العاقل من والاكوزاتيف من فيا. اوكي، والنومينيتيف طبعا هقدر اسال بالاثنين فيا او فاس، ده برضو عادي. اوكي، فهمت كده اول حته يا فارس في الحته دي عشان ندخل بقى على حروف الجر. اوكي تمام، اوكي بالظبط تمام. فانا بس انا المفروض ان انا لما بدخل على الجمله في الموضوع ده الالماني ما انسى بقى ان انا الداتيف يعني مفعول والاكوزاتيف، طب ما الاكوزاتيف مفعول برضو. في مدرسين عبثيين قوي يقولوا الداتيف حاله نصب او حاله جر قصدي، والاكوزاتيف حاله نصب اللي هو من انه ناحيه، الداتيف ملوش علاقه بالجر خالص تمام. فعبثيات كده. فلا انت فكر بالطريقه الالماني. ايه الطريقه الالماني؟ ان هو بيبقى ديبند على الفعل نفسه، وده اللي انت هتشوفه في فيرتبوخ. الفيرتبوخ او الديكشنري بتاع اللغه الالمانيه هتلاقي ان هو كل فيرب بيبقى جنبه هو بيعمل ايه تمام، وايه الحروف الجر اللي ممكن يستخدمها، وكل حرف جر بتجيب ايه، فالكاز بتاعتها ايه. فده اساسي عندنا، ده ديبند على الفعل نفسه. وحاجه بقى تسي اينس ومعقده بقى، يقعد يقول لك بقى ايه ان كل فعل ليه طاقه على الجذب ومش عارف ايه. لا دي عارف اللي هو شرح كده مجالس فاهم يعني، بس هو شبه العربي شويه في الحته دي. هو كل فعل فعليا شت مش حاسس خير، كل فعل بمعنى صح الجرافيك تابلت وقع على اللابتوب بطريقه بشر، ما علينا، ليه طاقه ان هو يجذب النومن تمام. في افعال ما بتقدرش ان هي تجذب النومن مثلا غير لما يبقى ليها حرف جر ما بينهم يربطهم، في افعال لا بتقدر تجيب من غير حرف جر، فدي الفكره تمام. في افعال ما تقدرش تجيب نومن اصلا فتكتفي بس ان هي تبقى نوميناتيف، فهي دي بس الفكره. فانت بتبقى عارف الفعل من كتر ما هو اتكرر معاك هو بيجيب ايه، وتقعد تترجم وتشوف كل واحد بقى ايه ليه علاقه بالفيرب. فلان النومينيتيف بيبقى دايركت ريليشن شيب ممكن نسأله نقول فاعل تمام، مش على طول يعني، لكن يعني بالنسبه ليفل بتاعكم ممكن نقول كده خلاص. وهابن بقى سوري الاكوزاتيف والداتيف بقى لا تقل الافعال خلاص. اوكي، بالنسبه بقى للحوار حروف الجر، انا برضو احنا الحروف الجر بتجيب بعديها اسم ما ينفعش تبقى لوحدها اصلا. فانا عندي حروف جر اما ميت داتيف واما ميت اكوزاتيف، يعني إما نبدأ بمت أكوزاتيف. حروف جر أول ما أشوفها يبقى على طول بعديها أكوزاتيف. أوكي، إيه هي؟ بس دوش فور جيجن أونا إنتلانج تمام. دي اول ما اشوفهم اعرف ان بعديهم على طول اكوزاتيف، مش محتاج افكر تمام، لان هنا بقى الكبير اللي بيحدد هو ايه الحرف الجر. فبس بعديها حرف جر ايه، بعديها قصدي اسم، يبقى اكوزاتيف. دوش نفس الموضوع، فيا نفس الموضوع، جيجن وانا وام. انت لانج بيبقى هي بتاثر على اللي قبلها مش اللي بعدها، دي الاختلاف الوحيد. طب اللي ايه مع ميت داتيف بقى، اول ما اشوفهم يبقى على طول بعديهم داتيف، ميت داتيف. حد رد على هما ثلاثة بقسمهم ثلاثة الأول، رد على فو اللي هو باي، رد على فو هيا أوس وفون، رد على فو هن تسو وناخ. كل دول أول ما أشوفهم هيبقوا جيم داتيف على طول. وعندنا زايت اللي هي زي سنس، مت اللي هي زي ويذ مع، وجيجن اوبا اللي هي في الوش. اوكي، دول اول ما اشوفهم برضو على طول داتيف بعده، ما اقدرش افكر في حاجه تمام. طب ماشي، احنا فهمنا كده الموضوع ده، ايه الفرق بين النوميناتيف والاكوزاتيف والداتيف، وفهمنا الحروف اللي بتجيب الموضوع ده. طب احنا قلنا ان هي حلقه عربيه صح؟ طب الحلقه العربيه عندنا في العربي بتعمل ايه؟ بتعمل علامات عربيه تمام، تشكيل. احنا عندنا في العربي عندنا ادوات للضبط اللي هو الفتحه والضمه والكسر، الالماني ما عندناش خلاص. ف
بتعمل تغييرات طبقا لايه؟ للكازوس، زي العربي كازوس حاله عربيه، تمام، زي ما احنا بنقول مثلا فاعل مفعول، تمام، دي حاله عربيه بيعمل تاثير على الاسم بحركات اعرابيه او علامه اعرابيه. احنا في العربي عندنا ايه؟ الضمه والفتحه والحاجات دي. طب في الالماني عندنا ايه؟ قعدوا يبصوا، احنا عندنا النومن قبل ارتكل. اوكي، يبقى كده الكازوس ممكن تاثر لي على حاجتين، يا اما تغير لي في الارتكل، ما دي الحاجه المتاحه قدامي، يا اما تزود لي نهايات للاسم حروف معينه. اوكي، الاثنين دول بدائل لفكره الفتحه والضمه والكسره اللي عندي في العربي. خلاص، طب ايه برضو اللي بيحصل؟ الرصه بقى بتاعتنا الجميل، عندنا النوميناتيف، عندنا الماسكولين ادي هو ماسكولين، فيمينين، او استنى نتقال الاول فيمينين بلوغال، تمام. فعندنا ادي هو ديا داس دي ودي جمع، وعندنا اين واين اين، وما عندناش للجمع. دي ادوات، اول واحده ادوات المعرفه وتاني واحده ادوات النفي. كاين ده النفي، كاين كاينه كاينه، اوكي، وماين دي ادوات الملكيه، واخواتها كلها يعني داين برضه هتبقى نفس الموضوع. فماين ماين ماينا قصدي وماين، ده كده النوميناتيف. الاكوزاتيف بقى قلنا هو عنده ايه؟ توكسيك ماسكولينتي، غلبان بس عنده توكسيك ماسكولينتي. يعني ايه غلبان؟ يعني يعني هيبقى نهايته ان، تمام، او هيتغير لحاجه فيها نون، تمام، زائد ان هو عنده توكسيك ماسكولينتي، يبقى مش هيأثر غير على ايه؟ على المذكر. يبقى هنا الدي هتبقى دين، وهنا اينن، وهنا كاينن، وهنا ماينن بالنون. انا بقولها كده على طول، نون مش ميم. اوكي، اوكي، الباقي هيفضل زي ما هو. بس هل معناه ان هو زي ما هو ان هو نفس الحاجه؟ لا، انا لازم برضو ان انا لما اشوف مثلا ايش حابه اي ناتاشا مثلا، مش هاب اي نتاش، اي نتاش هنا ايه؟ مش اي عادية زي النوميناتيف، لا دي اكوزاتيف. خلاص، الداتيف بقى كله بيتغير، تمام. احنا هنا نون صح، ناخد اختها ميم، تمام، او هنا ان، هنا هتبقى ناخد اختها اللي هي ايه؟ الام. فهنا هتبقى ديم، واكشلي ده في النيوترال والماسكولين، تمام، تبقى ديم اينم كاينم ماينم، الفيمينين تبقى الفيمينين بتبقى اسمه ايه ده؟ كنت بشبهها لهم دايما ان هي خلاص بقت سترونج اندبندنت وومن، فعايزه تتشبه ايه؟ بالميلز. فالميلز عندنا او الماسكولين كان في نومينيتيف ايه؟ ديا. فده اللي هيحصل، هتبقى ديا اينا عشان هي بتتشبه بيهم فلازم يبقى في نهايات، كاينا وماينا. اوكي، بلوغال بقى هتبقى دين ولكن بلس ان، ان دي انا قلت ايه؟ اللي هي النهايات اللي ممكن نزودها للنومن، اهي الان اهي، تمام، او طبعا ما عندناش للجمع في الام بشتمت، او كاينن بلس ان برضو، او ماينن بلس ان برضو. اوكي، يعني زي هنا مثلا دين دي كيندا النوميناتيف هتبقى دين كيندان في الداتيف. اوكي، بس ده الحوار.
كده جمعت الموضوع الفرق بينهم كلهم. تمام اوكي كده دي تجميع للايه للفرق بين الحاجات دي كلها كده. هل كده في حاجه ناقصاك؟ طيب حاسس ان انت محتاج تراجع عليها النهارده؟ لا حلو قوي كده. انا المفروض بقى اعمل الحبل الانتقام، انا حاسس ان انا تعبت. بص هو انا اعتقد ان احنا اللي عملناه فاهمني. استنى.